وأوضح الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأرمني أن المباحثات تطرقت إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية، مشددا على ضرورة تحقيق واقع أفضل وحياة كريمة للشعوب، لا سيما في المرحلة الراهنة جراء أزمتي كورونا وأوكرانيا. كذلك أعرب الرئيس السيسي عن ثقته في أن هذه الزيارة ستمثل نقطة انطلاق حقيقية بما نتج عنها من زخم سياسي وما شهدته من تفاهم على مستوى القمة لتعزيز العلاقات المصرية الأرمينية. تم أيضا خلال مباحثاتي مع فخامة الرئيس التطرق إلى عدد من القرارات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك سواء في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز، حيث تم تأكيد أهمية الحوار والتفاوض والعمل الدائم لتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل والاستكمال مسار السلام وتحقيق واقع أفضل وحياة كريمة للشعوب، لا سيما في المرحلة الراهنة التي تتكبد فيها الشعوب معاناة مضاعفة على الصعيد الاقتصادي في ظل تداعيات الأزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. مرة أخرى أتمنى أن فخامة الرئيس فهاجن كل التوفيق والسداد في قيادات دولة أرمينيا الصديقة وشعبها القريب لقلوب المصريين، وأنني على ثقة فأن هذه الزيارة ستمثل نقطة انطلاق حقيقية بما نتج عنها من زخم سياسي وما شهدته من تفاهم على مستوى القمة